بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل الـ API Plans بتاعة الميكانيكال سيل المفرد برضو تاني. طيب البلان اللي معانا ده بلان 23. احنا كل اغلب البلانز اللي اتكلمنا فيها اللي فاتت كنا بناخد من الطرد على الميكانيكال سيل والميكانيكال سيل على السحب، او من الطرد على الميكانيكال سيل والميكانيكال سيل على ظهر الامبيلر وبعدين على السحب. طيب تعال نشوف المرة دي هنعمل ايه. المرة دي احنا عندنا مش فلاشنج، سيركوليشن. يعني ايه سيركوليشن؟ دي اول حاجه جديده، ان انا الفلو بتاعنا او السائل اللي ببرد بيه هتبقى دايره مقفوله. طب الدايره المقفوله دي عباره عن ايه؟ هاخد من ظهر الامبيلر على الستافنج بوكس، الستافنج بوكس اهو، الستافنج بوكس طالع هيخش على مبادل حراري، وبعدين من المبادل الحراري هقيس قبله وبعده حراره تمبريشر انديكيتور، وبعدين اخد ادخل على الستافنج بوكس تاني. يبقى انا عندي هنا ايه؟ سيركوليشن بس في كولر. يبقى عندي سيركوليشن بس عن طريق ان انا احط كولر عشان ابرد درجة الحرارة. طيب عشان اعمل سيركوليشن يبقى لازم حاجة تخلي الفلو ده يلف. طب يلف ازاي؟ يبقى لازم احط سيركوليتنج ديفايس، اللي هو ده، اللي هو ايه؟ بامبنج رينج، سواء تكون منفصلة او تكون متخلقة جوه الفيس نفسه. طيب ايه البامبنج رينج بتاعتنا؟ هي اشكالها، ممكن تكون الاشكال دي كلها تنفع، او انها تكون بتخلقها جوه الفيس. نراجع اشكال الفيس بتاعت الميكانيكال سيل، هنلاقي فيها اشكال للسبايرال او السلوت. طيب ده اسمه اللي هو قلنا البلان 23. طب تعال نركز كده اهو، عندي ظهر الامبيلر هيدخل فلاشنج على الميكانيكال سيل، ابدا اسحبه بالبامبنج رينج، تاخده تدخله على كولر، يخش الكولر يتبرد، يطلع من الكولر بفعل البامبنج رينج لما عليه الضغط، يبدأ ينزل، ينزل يروح فين؟ ينزل يخش على، بعد ما اتبرد يخش على الميكانيكال سيل. لو بصينا كده هنلاقي البامبنج رينج اللي هي لونها برتقاني، لونها دي برتقاني، هي اللي بتسحب بتعمل سيركوليشن تخليه يلف. يبقى الزيادة عندي هنا، عندي كولر وعندي بامبنج رينج. هنشوف شكله اهو زي الميكانيكا، يعني مش هناخد بالنا خالص ان في بامبنج رينج لانها مش هتبان غير في الرسمة جوه او من فرق الضغط. هلاقي بريشر، البريشر بتاعي بتاع الدخول على الكولر اعلى من من الخروج عنه بنسبه كبيره عشان يعمل سيركوليشن عن طريق البامبنج رينج. في بامب صغيره بتركب جوه الميكانيكال سيل، شرحناها قبل كده في اشكال الميكانيكال سيل الفيسز بتاعته. ادي الدخول على الكولر عن طريق البامبنج رينج، تخش على الكولر وبعدين تطلع من الكولر ترجع الميكانيكال سيل تاني. الحاله بتاعتنا دي اسمها ايه؟ اسمها سيركوليشن. طيب بلان 23 تاني اهو نفس الشكل، نقول اهو ظهر الامبيلر في فلو موجود في الميكانيكال سيل، لما العمود هيلف البامبنج رينج هتسحب من ظهر الامبيلر تدخله على كولر يبرد، وبعدين يطلع من الكولر يخش على الميكانيكال سيل تاني.